السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 27 جويلية 2021. خوتي جبنا لكم السيارات اللي ضعتوها في التعليق. خوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في تعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، رونج روفر إيفو كلاني 2019، طاقة مازوت، المحرك 2.250 شوفو، علبة سرعة أوتوماتيك، اللون أسود، الوثائق رخصة مجهد. خوتي السيارة طوله 750 مليون، موجودة في الطرف. قرأوا البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطون مولاه. كونغو 2010، طاقة مازوت، المحرك 1.6 شوفو، ماشية 218 نف، اللون أسود، كارت غريس صافية، صبيغة دوب زيرو. خاوتي السيارة سعر مولاها راه يقول 142 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في بومرداس برج ملايين. قراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. كليو كات جي تي لاين لاني 2018، الطاقة مازوت، المحرك 1.585 شوفو، ماشية 79 في اللون أزرق جلواز، كارت غريس صافية، صبيغة دوب زيرو. السعر مولاها راه يقول 263 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في سوق هراس. قراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. كليو كاش جي تي لاين لاني 2019، في الطاقة مازوطا، المحرك 1.6 شوفو، ماشية 43 ألف. خاوتي هاد السيارة عطاولو 295 مليون، موجودة في الجزائر. قرأوا البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. ميغان دو لاني 2013، طاقة مازوت، المحرك 1.5 شوفو، ماشية 454 ألف و600، كارت غريس صافية، السعر مولاها راه يقول 73 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في مزغانم. خويا حامد احمد، راني نقرا في التعليقات تاعك، ان شاء الله الى صبت لك نجيب لك بحول الله. قراو البطاقه التقنيه مليح خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. غولف 6 لاني 2011، طاقة مازوت، المحرك 1.6 شوفو، ماشية 247 ألف، كارت غريس صافية. خوتي هاد السيارة فيها راكور في المالا، عطاولو 170 مليون، موجودة في الجزائر الدار البيضاء. قراو البطاقة التقنية مليح خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه.
جولف سات ار لاين لاني 2017 الطاقه مازوتا المحرك 2.0 143 شوفوا علبه سرعه اوتوماتيك كارتغري صافيه صبيغه 2.0 خوتي السياره عطاولو 420 مليون موجوده في الجزائر الابيار خويا ما صبتلكش في الدومينيكانز ان شاء الله في الفيديو القادم الى صبتلك في الدومينيكانز نجيب لك بحول الله. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. بارتنر تي بي لاني 2009 طاقة مازوطة المحرك 1.6 شوفوا ماشية 225 في اللون رمادي فضي كارتغري صافية خاوتي السيارة فرنسية ما فيهاش طوا ما فيهاش صبيغة فيها لي ريتوش وراكور تاع 10 سنتيم في المالا عطاولو 150 مليون خوتي السيارة موجودة في سطيف. قراو البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطو المولاه. كليو 3 لاني 2011 طاقة مازوطا محرك 1.605 شوفو ماشية 281 ألف اللون أسود كاتيغري صافية خوتي السيارة عطاولو 131 مليون موجودة في تيرت. قراو البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطو المولاه. ليو اف ار راني 2014 طاقة مازوطا المحرك 2.0 143 شوفو ماشية 197 الف اللون رمادي فاتح كارتغري صافية خوتي السيارة عطاولو 243 مليون موجودة في الجزائر دراريا. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.